الإنسان مرآة صديقه، بمعنى أنت موجود في حياة صاحبك عشان شايف كل حاجة طبعاً في حياته، فعشان تنصحه وعشان توجهه، عشان لو شايف صاحبك ماشي غلط فتقول له أنت ماشي غلط، ولا شايفه صح ماشي صح أنت بتدعمه في هذه الناحية. فأنت دايماً وجودك في حياة صاحبك مهم جداً، وهو برضو في نفس الوقت أنتوا الاثنين بتعتمدوا على بعض في كل حاجة. سؤالنا بيقول لو صاحبك اشترى حاجة وسألك عن رأيك فيها وأنت شايف أن الحاجة دي وحشة، هتقول له إيه؟ هنقول له إيه منه؟ بعد ما اشتريها هقول له مبروك عليك وبارك الله في ما رزق وجميلة وأنت اللي هتحليها. لو لسه بقى في مرحلة الشراء لا ممكن نتناقش، لكن ما دام اشتريها لا أنكد عليه، ليه الراجل دفع فلوس ولا البناية دفع فلوس ودفعتها خلاص واللي حصل حصل، فلا لا مش هضيع عليها ابدا فرحه وزهوه الحاجه الجديده ابدا لا خالص. لكن لو في مرحله ما قبل الشراء لا نتكلم ونتناقش ونقول جدا الراي كمان، لكن نقفل الناس كده من الحاجه لا. والله انا شايف ان هي نسبيه، يعني اولا هو ده صاحبي فانا عارف ذوقه مبدئيا، يعني لو الحاجه وحشه يعني دي مش اول مره هو يشتري حاجه من دي، وحش اصلا مثلا هو ده اللي انا عايز اقوله، يعني لو هو بيشتري حاجات من دي على طول فما فيش داعي ان انا اتكلم اصلا. يعني هنا انت ممكن تتدخل، منا بتقول ان انا لو هو لسه ما اشتراش ممكن اتدخل واقول له رايي، انما لو اشترى خلاص فانا هبارك له. لا انا ممكن لو اشترى خلاص على حسب الحاجه بقى، على حسب الحاجه لو ينفع ترجع او لا، وفي نفس الوقت انا ممكن اقول له الحقيقه واقول له ان الحاجه دي وحشه او الحاجه دي مش مناسبه او الحاجه دي قديمه شويه او الحاجه، يعني ادي له رايي فيها فعلا حتى ولو كان صادم لكن بطريقه كويسه، وفي نفس الوقت لو الحاجه ينفع ترجع. دي نقطه مهمه بقى ان الحاجه يكون ينفع ترجع، يعني مثلا هو شاري حاجه هترجع مفيش مشكله ان هي ترجع، هنا ممكن انا اقول له رايي شاريها من مكان قريب هيرجعها، انما مثلا شاري حاجه من مكان بعيد فمش عارف يرجعها، شاري بيت مفصل شاري عربيه مثلا فده يعني هنقول له ده احلى حاجه طبعا خلاص، اصل ده امر واقع، مفصل هدوم مثلا يعني مفصل قميص مثلا فده مش هينفع خلاص ده بقى بتاعه يعني، فلازم هنا انت تبارك له وتهنيه وتقول له الدنيا زي الفل وانت تمام وكل حاجه تمام، لكن شوف حلول بديله، يعني لو هو مفصل قميص والشميس ده مش عاجبك احنا هنشوف بقى ايه اللي ممكن نحل اجيب له واحد لا مش للدرجه دي، بس ممكن نقول مثلا ان الشميس ده بدل ما يتلبس لوحده هيتلبس تحت بولوفر او تحت جاكيت او هيتلبس عليه جيليه بشكل معين، فنداري اقصى ممكن اقصى جزء منه فنقدر نتعامل، لكن يعني نشوف الدعم ما ننكدش على بعض، احنا موجودين عشان نيسر حياة بعض ونبقى لطف في حياة بعض، الأمور مش مستحملة ان حد يبقى بيقفلنا. انا هقول بصراحة، انا بالنسبة لي هقول رأيي بمنتهى الصراحة، لكن الطريقة اللي هقول بيها رأيي هي اللي هتفرق، يعني مثلا مش داخل شاري حاجة جديدة اقول له وحشة، لا طبعا الف مبروك في البداية طبعا لانه جايب حاجة جديدة فهنبارك له، بعد ما هنبارك له واحنا قاعدين بنتكلم بقى هنقول له وحشة مش وحشة لا مش هتيجي بالشكل ده، لكن يعني طيب انت مش حاسس ان هي واسع عليك شويه مثلا، لو لبس مثلا مش حاسس ان هو واسع عليك سنه، انا حاسس انه كان في لون تاني انت عايز تخلخل ثقته في الحاجه اللي هو شايفها، انا مش عجباني ليه مثلا، لان مثلا درجه اللون لانه في المقاس مثلا، احنا خلاص حددنا ان هي هدوم فعشان تبقى ابسط حاجه يعني ممكن ترجع بسهوله، فنبتدي اشوف الحاجات اقول له يعني ممكن واسع شويه عليك، حاسس ان درجه اللون مش طب محيره شويه في اللبس، يعني ابتدي اقول له بعض الحاجات اللي انا شايفها لكن بطريقه مش شديده، يعني الراجل خلاص لسه فرحان انه شاري حاجه جديده ايا كانت ايه هي الحاجه دي، فهبتدي اقول رايي ولكن هقول رايي بالراحه عشان الراجل برضو ايه لسه شاري حاجه جديده وفرحان ما اصدموش يعني بس، وبعد ما اقول له كده يعني اقول له طب ما لو في امكانيه نرجعها ايه رايك نروح نرجعها، لو كانت حاجه بسيطه زي ما اتفقنا، انما لو قلنا ان هو بيت عربيه من الحاجات اللي بتحتاج مجهود كبير قبلها وتحويشه ومش عارف ايه وبحث وكده، فخلاص الراجل جاب اخره، واكيد طالما عن بحث اكيد الراجل اشترى الحاجه المناسبه ليه هو، هنا انا رايي ملوش لازمه اصلا. هنا هاخد من كلامك، هو اشترى الحاجه المناسبه ليه هو، يعني ممكن تكون هدوم مش على ذوقك لكن هو ده ستايله وهو ده اسلوبه طبعا، هو ده اللي هو بس بياخد رايي، بياخد رايك علشان تقول له الله، علشان انت مرايته، علشان هو مستني الدعم. البني ادم او احنا كده في علم النفس دايما بنحس بالامان لما بننتمي لمجموعه، فالناس بتبقى حابه قوي انها تبقى موجوده وبتبقى حاسه انها محبوبه لما بتبقى عندها كده سوشيال اكسبتنس او نوع من انواع القبول الاجتماعي، فالقبول الاجتماعي ده ما بيحصلش من غير لما الناس تبقى موجوده في وسط بني ادمين كتير، وهو بيقول لك علشان تقول له يا سلام دي احسن حاجه. لو هي اصلا شبهه وشبه الحاجه اللي هو اصلا بيلبسها وشبه ظروفه، اصلا انا مش لازم عشان احنا اصحاب يبقى ذوقنا واحد مظبوط، فلو هي مناسبه ليه
حتى لو مش على ذوقي هنقول الله. لو هي مش مناسبة لي وهي على ذوقي هاخدها. على فكرة ايه المشكلة؟ ده حل جديد ده. اه والله ايه المشكلة؟ هي شكلها وحش جدا عليا ومناسبة جدا وهتبقى حلوة عليا فانا هاخدها. والله هنفكر بره الصندوق او خد الصندوق وانت ماشي. طيب الصندوق لا احنا نشوف الناس هتقول ايه. المهم ان انت بس تبارك له، ده اول حاجة يعني، تقول له الف مبروك وبعد كده نشوف هنعمل ايه. ده سؤالنا الموجود على صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. لو صاحبك اشتري حاجة وسألك عن رأيك فيها وانت شايف ان الحاجة دي وحشة، هترد تقول له ايه؟ طبعا في انتظار اجابات حضراتكم عشان نستعرضها خلال الحلقة. بنصبح على حضراتكم مرة تانية، اهلا بيكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر.